لعيب لازم يتقدم بتقديم خاص، عمرو السوليه واحد من اهم اللعيبه في تاريخ النادي الاهلي في مركز خط الوسط، انجازات بطولات حدث ولا حرج، الجمهور دايما يناديه له يقول ابو ليلى. كابتن عمرو مليون مبروك، بطوله بتضاف، خلي بالك ليلى مركزه مع الكلام، ربنا يحفظها لك يا رب. بطوله بتضاف لانجازاتك، تاريخك مع النادي الاهلي. كان صعب الجمهور ده يروح زعلان النهارده يا كابتن عمرو؟ الحمد لله طبعا، يعني انت زي ما قلت الجمهور كان زي جوه المدرجات، وفي جمهور اكتر منهم بره المدرجات كان نفسهم يدخلوا. طبعا الناس دي ما كانش ينفع تروح زعلانه، جمهور النادي الاهلي طبعا في كل الاوقات هو الداعم والسند لينا، لازم يفرحوا، ما بيشبعوش بطولات واحنا كمان ما بنشبعش بطولات. الحمد لله ربنا كرمنا بالبطوله، والحمد لله ان شاء الله مزيد من البطولات الفتره الجايه. كابتن عمرو النهارده الاهلي بيحقق ارقام قياسيه كتير، الشناوي بيبقى اول حارس مرمى في تاريخ افريقيا يرفع البطوله 4 مرات، النادي الاهلي بياخد البطوله وما دخلش في مرمى غير هدف واحد، انجازات، انتوا جيل تاريخي للنادي الاهلي. الناس اتكلمت على الجيل التاريخي، جيل ابو تريكه وبركات، لكن انتوا اصبحتم جيل تاريخي من اهم الاجيال في تاريخ الكره الافريقيه. كل جيل طبعا ليه ظروفه وليه وقته. الجيل اللي قبل كده عمل انجازات وبطولات، واحنا عملنا ارقام وكسرنا ارقام وبطولات، عملنا بطولات كتير وانجازات. يعني الناس ما تحاولش ان هي تقارن بين جيل وجيل، لا، الجيل ده ليه كل الاحترام. احنا جيل يعني عملنا حاجات كتير جدا، وكنا في كل الاوقات الصعبه موجودين، وشرفنا النادي الاهلي وشرفنا جمهور النادي الاهلي. فانا بشكر الجيل ده، بشكر اللعيبه كلها من اصغر لعيب لاكبر لعيب، لعيبه جديده، في لعيبه معاها 4 بطولات واكتر، وفي لعيبه لسه اول بطوله ليها. الحمد لله طبعا، يعني الجيل ده زي ما انت قول عملوا انجاز تاريخي. اتمنى من الناس ان هي ما تبداش تقارن، والناس تدي الناس دي حقها، لان الناس دي تعبت بجد وبتتعب. ليلى وش السعد دايما. انا عايز اسال ليلى، عايزه تقولي لبابي ايه النهارده؟ اكيد انت مبسوطه ان احنا خدنا البطوله النهارده يا ليلى، تقولي ايه لبابي؟ مبروك على الكاس اللي هو اخده والميداليات، وانا فرحانه اصلا اول ما هو بيكسب ببقى فرحانه قوي، بفضل قاعده بتفرج عليه ومش بتكلم خالص عشان لازم اتفرج عليه واشوف هو بيلعب ازاي، واشوف واقعد اشجعه واقول يا رب يجيب اجوان ويا رب يعمل كذا، ويعني كل حاجه عمري عملها. ربنا يحميك يا ليلى، انت زي القمر يا ليلى. كابتن عمرو ربنا يحفظها لك ويحميها لك، ومستنيين منكم كتير يا كابتن عمرو. ربنا يحميك.